السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار بسيطه مع مريومة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساونيش بلايك واشتراك والتعليق الزوينه ديالكم. هذا هو الشاب التطواني اللي كان العاشق ديال دنيا بعدما لا يتجاوز العمر ديالو 20 سنة، وهو اللي ضربها ورسلها السنان ديولها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارتاجيو الفيديو، متنساوش التعليق الزوينة ديالكم. السلام.